السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب الإخوة والأخوة المتابعين لنا سواء على موقع الإلكتروني forgestion.com أو على صفحة فيسبوك forgestion أو على قناة يوتيوب forgestion. اليوم إن شاء الله في الفيديو راح نشوفوا شيك سيرتيفي. الشيك سيرتيفي كيفاش ما راح يتدوز منهم ولوغيستكومون ديالو كونتابل. نبداو على بركة الله. الشيك سيرتيفي تيكون ما بين كليون وفورنيسور. كليون تمشي للفورنيسور تيبغي الماركشونديز اكريدي، سيتي تقول للفورنيسور بغيتك تعطيني 100 درهم ديال السلعه ونعطيك واحد لو شيك. طبعا الفورنيسور ما عندوش اللي يضمن ليه ان الفلوس ديال الكليون كاينين في لابون. اش يقول الفورنيسور؟ جيب لي لو شيك سيرتيفي. هنا غنفهموا ان شيك سيرتيفي تعني ان هذوك الفلوس اللي عطاهم الكليون في ذاك الشيك الفورنيسور راه كاينين اصلا عند الكليون في لابونك. شكون اللي سيرتيفي هذا الشيك؟ هذا هما لي بونك. تجد الكليون شيك، تكتب شيك عادي الوغ دو فورنيسور، تكتب فيه المونطون مثلا 100,000 درهم وتديه لابونك، تديه باش يدير ليه سيرتيفيكاسيون، يعني سيرتيفيه في لابونك، تجدو لابونك تكاشيو ليه فيه، تولي شيك سيرتيفي، لكن لابونك يمشي سيرتيفي ليه الشيك، إذا كان هذاك المونطون عنده في الكونت بونكيغ ديالو، في الحالة هذي لابونك ملي تدير ليه تسيرتيفي لو شيك، تتبلوكي هذاك المونطون ديال 100,000 درهم، يعني دات ليه سيرتيفيكا كاشات لي فوق لو شيك، اذا تتبلوكي ليه ديك 100,000 درهم، 100,000 درهم تولي مبلوكيه، الكليون تتبان ليه في الكونت بونكير ديالو 100,000 درهم تحيدات، شدتها لا بونك، يعني شدتها بحال كوسيون، ضمان، شدتها واحد الضمان، تدي من بعد ديك شيك سيرتيفي لعند الفورنيسور، الفورنيسور من تجي شيك سيرتيفي ترتاح، تقول كوم كوا ان راه السيد راه عنده 100,000 درهم في لا بونك ديالو، وانا من بعد درت معاه المده اللي كاينه في لو شيك، راه غيجيني فلوس ديالي ما غاديش ندفعو غيجوني فلوس ديالي مزيان. دابا حنا الان تفهمنا كليون تيجي تشد شيك من بعد ما تدير لابونك تيولي شيك سيرتيفي. فهاد الحاله هادي من تدير كليون لابونك الشيك ديالو تيشدو لابونك المونطون ديال الشيك وتيشدو تيديرو ليه واحد البلوكاج. فهاد الحاله شنو لي كريدو تيدوز للكليون؟ طبعا غتبان ليه واحد 100,000 درهم خرجات من الكونت ديالو. لي كريدو غيدوز في ديبي لو كونت كوسيون وفي كريدي لو كونت بونك، يعني لا بونك خرجت منها 100,000 درهم، وهاديك 100,000 درهم خرجت ديالها ديال الكوسيون اللي هو كسبها هو دارت ليه سيرتيفيكا لا بونك للشيك ديالو، مزيان. نهار ليبيراسيون، متى تسالي البيريود ديال السيرتيفيكا ديال لو شيك، اش غيطرا هنا؟ لا بونك غاتليبيري عليك 100,000، غاتبان ليه دخلات عاوتاني الكونت ديالو 100,000، شنو غيدير هنا؟ غيدير لا كونتر باساسيون ديال ليكريتور، غيديبيتي لو كونت بونك وكريديتي لو كونت كونسيونمون باش يسولدي هاد لو كونت بنفس المونطون 100,000 درهم. من بعد غيبان ليه ان الكليون الفورنيسور تيرا لو شيك، اذا هنا عرفتي خرجات 100,000 درهم، غيديبيتي لو كونت فورنيسور باش يسولدي لو كونت فورنيسور 100,000 درهم وكريديتي لا بونك 100,000 درهم كما تشوفوا معايا في الصوره. هادو هما لي زيكريتور، اذا تيدير 3 اكريتور، بروميير اكريتور اون كات سيرتيفيكا ديال لا بونك، سيتي اون كات سيرتيفيكاسيون ديال لو شيك باغ لا بونك، تندوزو لو كونت كونسيونمون في ديبي و لو كونت بونك في الكريدي. اون كات ليبيراسيون ديال سيرتيفيكاسيون ديال لو شيك، يعني ليبيراسيون ديال لو مونطون لي كاين في لو شيك، تنديبيتي لو كونت بونك و نكريديتو لو كونت كونسيونمون باش ليبيري المونطون، يعني باش ندير لو كونت باساسيون. من بعد باش تخلص الفورنيسور تنديبيتو لو كونت فورنيسور و تنكريديتي لو كونت بونك. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا و شرحتها بدقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.